بوصول وتشريف سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله راعي هذا المهرجان، لتكون الإثارة حاضرة منذ بداية وصوله إلى أرضية هذا الميدان، لنتابع أشواط التميز والانطلاقات وأشواط المنافسة التي تحملها سن اللقاية ومنافسات هجن أبناء القبائل في هذا المهرجان الذي انطلق بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واهتمام كبير بانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة في كافة ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. يوم جديد من التنافس، يوم جديد من التحدي، يوم جديد من انطلاقات الطموح لنيل الكأس الغالية، كأس ولي عهد دبي للهجن هنا لسن المفاجآت، سن اللقاية في هذه اللحظة التي تجسد اهتمام سموه ودعم سموه لهذه الرياضة العربية الأصيلة، والذي يؤكد هنا تواجده الدائم في هذه الانطلاقات وفي هذه اللحظات بأن رياضتنا العربية الأصيلة هي بخير دائما ما دامت تحظى بهذا الدعم الكبير، بهذا الاهتمام في أرضية هذا الميدان وفي كافة الميادين. لحظات تتميز بالأداء، لحظات تتميز بالانطلاقات، لحظات هنا ننتظرها مع انطلاق أول المنافسات في هذه الأمسية في تحدي يحمل القوة والإثارة والتنافس على أرضية هذا الميدان. هنا لحظات البداية، هنا الانطلاقات، كأس الأبكار المفتوح الذي يعلن هنا بداية انطلاقته لسن اللقاية في هذا المساء المخصص أيضا لهذه الفئة وهذه التحديات. وبسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الكأس المفتوح، الكأس التي تحمل سن اللقاية، كأس ولي عهد دبي للهجن هنا لهذه الفئة التي أعلنت انطلاقة هذه النوعية المميزة هنا، بحثا عن فوز مميز، بحثا عن انطلاق مميز، بحثا عن نقطة أخرى تضاف إلى رصيد المتنافسين والمتحدين هنا على بيرق الناموس. إذا انطلق الكل بعد هذا الحضور الكريم في هذه المتابعة، والكل ينتظر لحظاتنا الأولى التي تبشر بأن هذا الشوط وكافة أشواط المنافسة في أرضية هذا الميدان تحمل دائما القوة والإثارة والانطلاق إلى المركز الأول في 5 كيلومترات. سنعرف من هي صاحبة النصيب، من هي صاحبة الناموس، من بطلة الكأس الأولى في هذا المساء المميز يوم اللقاية، أول الانطلاقات والتحديات. سمة دبي لمبارك بن محمد بن نصرة العامري في المركز الأول، بينما في المركز الثاني وجود غازية حميد بن محمد بن عبد الله العرياني المركز الثالث. انطلقنا إلى الشاهينية عبد العزيز بن سيب بن علي بن كليب الاشتبي، بينما المركز الرابع تتواجد هناك ملوح مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وفي المركز الخامس هذه الإثارة لسرابة مبارك بن محمد بن نصرة العامري. 5 أسماء سيكون من خلالها النداء على هذه الكأس الغالية، في انتظار من يكون له النصيب، من سينطلق. الحرص واضح والأداء قوي، والانطلاقة هنا تعبر عن تميز في هذه الأسماء التي رشحت من الخبراء ورشحت من العارفين ببواطن الأمور في هذه النوعيات ومن نسل مميز لهذه التحديات.
هناك المركز الأول، صدارة البداية، سمد بي على المقدمة وعلى الانطلاقة الأولى. سلام على المسمى، سلام ما شاء الله. سمد بي وهي ترقص هنا على ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي. مبارك بن محمد بن نصرة العامري الحريص على أن يكون له نصيبا في هذا المهرجان الكبير. الشاهينية في المركز الثاني، ممثل المدام الدائم عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاشتبي في انطلاقة المركز الثاني مع هذه السلالة التي تتميز دائما بالقوة والإثارة. المركز الثالث، غازي على المركز الثالث، حميد بن محمد بن عبد الله العرياني ما شاء الله. في هذه المنافسة ثلاثية تبتعد تسير مع هذا الأداء. وصلت صاحبة المركز الرابع في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات، هي حشيمة الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري سفير الأصالة، يتواصل مع هذه اللحظات. ولكن على المركز الخامس إلى مسمى التاريخ، ملوح على خامس المراكز في هذا الأداء القوي والمثير، مبارك بن محمد بن نصرة العامري. هذه الأسماء، ولكن أتابع القادمين بقوة. أسماء هناك تحضر خارج الخمسة الأسماء، خارج دائرة النداء، ولكنها متواجدة هنا على الأقمار الصناعية من خلال المتابعة. تتابعها العيون في كل لحظة، تراقبها العدسات، تنتظر لحظات وصولها إلى المقدمة في هذا الصراع. هنا المركز الأول، أعود إلى المقدمة، أعود إلى من قادت البداية. سمد بي، سمد بي، سمد بي على المركز الأول، ولكن التقدم الشاهينية ممثل المدام الدائم هنا في هذه الانطلاقة في هذه التحديات. عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاشتبي ما شاء الله، روح 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 نقاط هذا الشوط. أولها الكأس، أولها الكأس، أولها الكأس الغالية، كأس ولي عهد دبي لهذه الانطلاقات من خلال هذا المساء. سمد بي لا تزال، ولكن أتابع حشيم على المركز الثاني في هذا الأداء للدكتور راشد بن حمد بالزفنة آل عفاري سفير الأصالة وانطلاقة التحديات. وصل الممثل مرغم، وصل الهاجم في هذه الانطلاقة. بهرجة يتنا، بهرجة، نحن في يوم البهرجة، في يوم التحدي، يوم الإثارة. سنقولها مرغم، سنقولها مرغم، سنقولها وننادي مرغم مرغم مرغم. بهرجة إلى الصدارة، المنافس الأوحد على الناموس. يا سلام، 1200 تجاوزت، وبهرجة لا تعرف الـ1200، تعرف الأمتار كلها. هنا عاد ممثل مدام، ممثل مدام في انطلاقة قادمة، غبة غبة غبة. عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاشتبي في المركز الثاني، بينما الكل قادم، الكل قادم، غزوة 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 مع الهداف هادب بن حمد بن عفصان المنصوري. يا سلام، هناك أيضا، هناك مرغم، مرغم تقدم سياقة سياقة. حمد بن راشد بن حمد بن غدير، الله الله الله. والمركز الخامس، المركز الخامس إلى مكرمة، محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. هذه الأسماء، إلى أين يتجه؟ يتجه الكأس، من سيكون في الكأس؟ غبة الناموس، غبة الانتصارات، غبة التحديات. مع هذا الأداء تعلن أنها في التواجد الأول، ولكن هناك بدأ الخطر، بدأ الخطر من غزوة، غزت غزوة، غزا الهداف، يسجل نقطة، يسجل انطلاقة. غزوة مع هذه اللحظات والتميز. حمد بن عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، يا سلام يا سلام، غزوة هي غزوة. التحدي إلى العين يا كاسنا الغالية، إلى العين، إلى العين، إلى الأداء المميز ما شاء الله وتبارك الله. في هذه الانطلاقة غبة عادت للمنافسة، غبة تقدمت، غبة غبة، ممثل مدام العين، غزوة غبة غزوة غبة غزوة غبة، الله الله الله، غزوة 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 غزوة. الهداف هدف، هدف الهداف، الهداف هدف، الكأس مع الهداف. حمد بن عبيد بن عفصان المنصوري المركز الثاني، غبة عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب
المركز الثالث. سيطر محمد مطر بن محمد بن دحروي العامري. والمركز الرابع كان الوجود للوثبه مظفر محمد بن خموشه العامري. والمركز الخامس كانت مكرمه في المركز الخامس محمد بن محمد بن شطيط المري. شوف هذا منظر كاس، منظر كاس، يا سلام على جمال الاصاله، تحدي الاصاله، تنافسي هذه الهجن، بالفعل انواع مميزه تستحق ان تاخذ كلها. ما شاء الله وتبارك الله، 7 دقائق و21 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس حمد بن عبيد بن عفصان المنصوري وغزوة غزت الكأس الأولى إلى العين دار الزين. المركز الثاني انطلاقة غبة كانت في المركز الثاني، قدمت أداء رائعا عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب آل اشتبي. شكرا ممثل مدام، دائما حضور الشعار يحقق الانتصارات والأداء المميز. تهانينا أيضا لسبع دقائق وواحد وعشرين ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية. سيطرة كانت ثالثا، سيطرة جاءت على المركز الثالث، تحقق انتصار أيضا لواحد من شعارات مرغم مطار بن محمد بن دحروي العامري بتوقيت زمني 7 دقائق و21 ثانية و5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هنا السيف، السيف هنا، ولكن التحدي مع البندقية القادمة في شوط هذه اللحظات بصوت زميلي نايف بن سعود البلوي.